السلام عليكم، كيفكم؟ اخباركم؟ مشتاقين كميات. الليله حابه اوريكم مشترياتي للعيد من سيفورا. اشتريت 2 بوكسز. تابعوا معي للنهايه لانه في مفاجاه في الفيديو. طيب هأبدأ بالبوكس الأول، كان مكياج. البوكس الثاني كان بشرة. حاولت إني أخذ المقاسات الصغيرة من الحاجات اللي أول مرة أجربها، وفي حاجات أنا أصلاً يعني مجرباها من قبل فحبيت أخذ منها مقاس عادي. طيب أول حاجة الباليت ده، بيجيكي فيه كوركتر، بيجيكي فيه كونتور، بيجيكي فيه هايلايت، بيجيكي فيه بلاشر، بيجيكي فيه برونزاج وهايلايت، بس درجتين. اتمنى انه الحاجات تكون واضحة والصوت يكون واضح. الصوت عزمني يا جماعة الليلة. طيب علبة بتاعت شد صغيرة للشنطة، صراحة أنا كنت عايزاه للشغل، بس الألوان ما مات، يعني الدرجات اللي فيه ما مات، لكن بينفع لي طلعة بدل ما تاخذي علبة الميك. أنا علب الباليت بتاعت الشد بتاعتي كبيرة، فكنت حابة دي يعني للسفر، ده على أساس البيت مقطع الطيران مش جاية، بس مالو الفال تحت اللسان يا جماعة. إن شاء الله يا رب الكورونا دي تنتهي قريب والناس ترجع تسافر زي ما كانت اول. حتشوفوا فيها درجات عملية، يعني ممكن تجيك مع اي اوتفيت. طيب بيوتي بلندر، اسفنجة مكتوب عليها 3D، بتعتدي قدمت، ما لقيت نفس النوع. فالسبونج بتاعت سيفورا بتقعد معاكي فترة طويلة شديد، وتوزيعها بتاع الفونديشن حلو. انا جربت البتاع بتاع السيليكون ما حبيته، والفرش بتعمل لي زي خيوط في وشي وبتاكل فاونديشن كتير. وممكن تعملي باصبعك، ممكن تعملي بالاسفنج، يعني عندك اكثر من طريقه توزع بها الفاونديشن، لكن حاليا الطريقه اللي انا مرتاحه عليها بوزع بالفرشه وبعدين اتبتب بالبيوتي بلندر. اسمها اتبتب ولا اسمها حاجه ثانيه؟ طيب ده كونسيلر، هو نفس درجه بشرتي، رقمه 33، ماركة سيفورا نفسها ما ماركة تانية. ده فاونديشن بيست سكين كير ايفر، اسمه كده برضو، الرقم 33، فاونديشن وكونسيلر. اشتريت الليب جلوس الاثنين ديل، الدرجة بتاعتهم نود. ده نود بس ده عنابي او كبدي. اشتريت معاه البلاينر ده نفس الدرجة بيجي. وده درجته يا جماعة ما قادرة اقدر، ايوه 14، مكتوب عليه 14. ده اللي انا عاملاه واسي، بس عاملة فوقه بتاع الجولدن روز. طيب ده درجة اغمق 66، بيربل ريد مكتوب عليه، ولكن لو قادرين تشوفوا الفروق بيناتهم. طيب في الماسكرا بتاعت الحواجب بتاعت بينيفيت، والماسكرا بتاعت ما عارفه الماركه اسمها شنو، لكن انا عملتها بتاعت سيفورا الليلة، رهيبة 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 رهيبة. لحظة يا جماعة، المقاسات عادي بتتخطى في شنطة الشغل، عادي بتتخطى في طلعة. عايزة اشوف بس الفرشة بتاعتها كيف. واو، يعني الفرشة بتدي كيف. بينيفيت برضو، يعني الماسكرا بتاعت بينيفيت والجل بتاع الحواجب بتاع الماسكة بتاعت الحواجب بتاعت بينيفيت برضو. مش عارف عيني. طيب
الباكيجات بتكون حلوه لان سعرها بيجيكي اقل وبتجيكي فيها كم حاجه يعني. فحبيت اجرب السيت ده اللي هو الماسكر الجبال قلت عليكم ده المقاس الكبير منها، وانا اخذت المقاس الصغير. طيب ده الايلاينر وده ميك اب ريموفر لانهم دي المفروض الماسكرا دي ل 24 ساعه ووتر بروف. والله هم مكتوب انها ووتر بروف لكن بتديك فوليوم وبتديك طول للحواجب. انا هوريكم الفرق بين الكبيره والصغيره عشان تفهموا قصدي باني شوفوا دي ممكن تحطيها في شنطتك او تعملي لك شنطه مكياج صغيره للشغل او ل تعدلي ميك ابك في اي وقت. وده المقاس الكبير منها. طيب البوكس الثاني من مشتريات سيفورا اكتر بشره. البوكس الاول ميك اب، الثاني بشره، ده نقدر نقول ميك اب. موقع عالي شديد سايز اب. الحاجة دي اللي هي فولت ساند اللي هو سكراب بتاع وش من الرمل بتاع البركان. برايت سكين اللي هو المفروض تعمل في الوش كله مرتين في الأسبوع ما عدا المنطقة اللي حول العين. وبرضو هنشوف الريفيوز بتاعته أو الريفيوز بتاعته حلوة، هجربه وأقول لكم رأيي فيه. الماركة الغنية عن التعريف. ميك اب ريموفر طبعا ده لو انت عامله مكياج كده زي ما بقولوا ثقيل شديد اللي هون اساسا ما قاعد اعمله اليومين دي. الماسك بتاع اللبس بتاع سيفورا من اللوز تقريبا، ايوه الموند. ماسك اللؤلؤي. البوكس عبارة عن دلع غايته. طيب ماسك تحت العين بالخيار. طيب ده السيروم بتاع الهايرلونيك اللي اصلا ما هقدر اقول اسمه صح، بس كمان ما تحنه. سوري ده بتاع الهايرلونيك، انا عشان بصور وماسكه الكاميرا ده. بيدي ترطيب ولمعان للوش، فيه فيتامين سي، بيحمي الجلد وبيديه لمعة بسيطة كده يعني. حلو لو حتعمليه مع الماسك انك تعملي الماسك وبعدين ترطبي وشي. كلينسينج ووتر. طيب هو ده ممكن تستخدمه ميك اب برايمر اللي هو بيخلي الوش مطفي للناس اللي بشرتهم دهنية، اسمه سوبر مات مسترايزر. يعني بيكون فيه مسترايزر بس كمان بيدي وشك، بيدي وشك بيكون مطفي في الوش يعني. بتعمليه الصباح لان الناس اللي ما بحب يعمل مكياج في الشغل لكن في نفس الوقت عندهم بشرة دهنية.
عندي البرش اللي هو الجل بتاع الحواجب بتاع سيفورا، بيدوم 24 ساعة للناس اليوم طويل وبيكونوا عاملين مكياج وفي نص اليوم بتلقي الحاجب نازل وحاجب طالع. دي برضو ماسكرا من بينيفيت، برضو الريفيوز بتاعتها حلوة شديد وانها بتدي فوليوم. الحلو في الحاجات الصغيرة دي انها بتتخطى في الشنط للناس اللي بيمشوا الشغل، وفي نفس الوقت بتختصر عليك انك تشيلي مكياج كبير او بالاحجام العادية. يعني تخيلي لو انه دي الماسكرا بتاعتك، ده بتاع الحواجب بتاعك، طبعا انتو الصندوق ما يغركم، البتاع حجمها صغير، عينه اصبعي وعينه البتاع، فبيكون مريحة. يعني ده إذا حبيتي تشيل المكياج، ده نفس الطريقة اللي هو زي ما قلنا المات، فأكيد ما حتشيل سكراب الشغل، لكن برضو شوفي الماسكرا، فيعني الأحجام صغيرة على إنك تشيليها الشغل، ومريحة في شنطة اليد، يعني بدل ما أنت تكوني شايلة مكياج العادي. طيب دي فاونديشنز جديدة حبيت أجربهم، معروف أن الناس اللي بيمشوا سيفورا يعني بيلقوا سامبل من الماركات بس مقاس صغير عشان لو أنتي حبيتي تجربي. هأديكم رأيي في الحاجات دي بعد ما استخدمها. أخذت الحاجة دي، صراحة أنا كنت اشتريت قريب من شي إن فرش، بس دي لأنه أخذت عليها خصم عشان البوكسين اللي أخذتهم، ف بديكم دي بتاعت الحواجب أهم حاجة، لأن أنا بتاعتي كانت الفرش بتاعتها باظت. وشادو دي برضو، شادو دي نقدر نقول بلاشر، باودر شادو برضو، والباكج بتاعها حلو. الفيديو ما انتهى، لو حابة تفوزي بوحدة من البوكسات دي او حاجة تشبه، اعملي لايك وشير واعملي لايك كومنت تحت الفيديو، تمام؟ وحيصلك حامل سحب على الفيديو. طيب المفاجأة زي ما قلت لكم اخر الفيديو، ان انا حابة ادي واحد من البوكسات ده هدية مشتريات من سيفورا بقيمة 500 ريال للي بتعمل لايك وشير وسبسكرايب وكومنت تحت الفيديو. وادوني تعليقاتكم بالمناسبة، رايكم شنو في المشتريات، الحاجة اللي انت السحب اللي انا هعمله، هشتري حاجات تناسب بشرتك او من اختيارك، ده اختياري انا، او دي الحاجات اللي كانت ناقصاني انا في الميك اب في الفترة الاخيرة. وبكده انا اقول شكرا لكم، ولو عجبتكم النوع ده من الفيديوهات او حابين اعمل ريفيوز على منتجات انا استخدمتها، زي ما قلت لكم ما تنسوا تكتبوا لي في الكومنتس تحت. باي باي.